نورمالمون انا التاجر خصو يكون مستافد من هذا السوق هذا السوق انا ما مستافدش منه ماشي انا اغلبيه ديال الناس اللي ولاد وجهي منهم المغرب العربي منهم حداده منهم الدور لحونه منهم الناس ديال المغرب العربي بي ما مستافدش من هذا السوق الناس اللي جاو دابا اللي كيستافدوا برانيين على المدينه حنا ما تاوش برانيين زعما على المدينه هي راعي المغرب الناس سيدي قاسم سيدي سليمان لا ليست اللي كتعطى دابا ديال 2016 ما كايناش ما كايناش كاع اللي كيعطيها واحد سيدي سليمان عاد بعد البارح هو البارح هذه خمس شهور ولا شهر يلاه قال بسم الله ولا كيعطي لا ليست وكذلك كان واحد الخروقات انا من السلطه كنحمل المسؤوليه السلطه كامله واش مكلفه شي جمعيه هنا؟ مكلفه الجمعيه الجمعيه ما كايناش لا بار هنا اللي كاين ديال الجمعيه ما كاين حتى شي واحد هنا الناس ديال الجمعيه كاينين اللي عندهم لي كارت ديالهم شكون اللي حامل المشروع شكون اللي حامل واش الجمعيه ولا لا؟ حاملوا الجمعيه هاد السوق هذا كان عاد كيعطى قبل الانتخابات مور الانتخابات ركبوا عليها موجه ركبت دابا على مور الانتخابات حنا كنطالبوا المسؤولين وكنطالب من السيد الوالي الجهه يشوفوا واش يدير في التحقيق في هذا السوق هذا، هذا السوق هذا ما مستافدينش منه ولا فنيطه، ما مستافد منه حتى شي واحد، ولا سيدي سليمان ولا سيدي قاسم هما المحتكرين على هذا السوق هذا، الضغوطات ولاد وجهي ولاد وجهي هما بلي بار، هذا السيد هذا ها هو هذا السيد هذا عنده بطاقه الناخب عنده بطاقه الناخب عنده بطاقه ديال الجمعيه ما مستافدش ما مستافدش لا ليست اللي كانت 2016 ما كايناش مستافد اللي مستافد تنشوفوا الحرفيين هذا ماشي الحرفيين بيع متجولين كاين ناس سودوا دابا طاكسي عنده طاكسي صغير خدا يعني حشومه السلطات تشوف السلطات اول كلمه اخر كلمه تنوجه هذه الرساله للوالي ولي الجهه مجلس اقليمي شوف شنو كاين المشكل كاين هنا في هذا السوق هذا هذا الجمعيه جمعيه كاينه مولاها فينا والله العظيم نوصل لك من الاخر بان هذا السوق هذا داخل له كل شيء النص مستافد في الزويقه داخل هذا السوق هذا شي 70 واحد اللي مستافده في جداف واخد السوق هو خد ربعه الكنيات ربعه الخوت وانايا معتقل على هذا السوق ما دخلتلوش والدراري ولاد البلاد اللي تيبيعوا ويشريوا كاملين حتى واحد ما دخل ما نهدرش ما عجبهمش الحال هاد الناس هاد الناس راه ما فهمناهمش وانا راه يومين وانا معتقل وضربت الزيون على هاد السوق وما دخلت ليش وهادو كلهم شتات واللي في 2021 داخل من اي واحد نتحداه اي واحد نتحداه في اعاده النظر ندخل ونقول لهم واحد بواحد قصه حياته ومنين جاي وفين مستافد وشنو تيدير واحد عنده طاكسي صغير دخل الشافت واحد عنده موتور تيهز الياجور دخل الشافت وانا 22 عام وانا تنزاول المهنه ديال البيع والشراء جميع قياد القنيطره تيعرفوني مازال اول حاجه تبغي نقدم واجز ديال الشكر لقناه الفجر اللي شرفوا على الانتاج ديال المبادره ديال التنميه البشريه اللي تلقى الملك محمد السادس لاعاده الادماج حنا خويا ما توصلنا حتى شي حاجه من هاد الناس كنبيعوا وكنزاولوا المهنه ودات سنين وسنين ولاد البلاد وزياده وخلوق هنايا في هاد الارض قبل ما يتحل المارشي المساله اللي لاحظنا حنا هما ان المستفيدين ما كانوش معانا وما عمرو كانوا كاع كيبيعوا ويشريوا هذا هو التساؤل الكبير كيفاش داروا تفرقوا هاد البلايص واش تفرقوا في خفاء واش حنا ما شفناهمش واش كيفاش داير هاد الشيء هذا كل كبير مطروح يعني سعد القايد ما بغاش يفك معنا هاد المسائل باش ما تدخلش السلطه ما تدخلاتش شكون اللي بغات يدخل اذا السؤال ديالك واضح كيفاش تقصيتوا نتوما كيفاش تقصيتوا صافي راه هنا قلت لك راه هذا بغيت نسولك واش هاد الناس هادو واش تخلصوا شي حاجه واش تخلصوا شي حاجه ولا لا لا هذه مبادره عطينا الملك انا ديال الباعه ديال الفراشه كنبيعوا الحوايج هاد البلاصه هذه حنا جبنا المسؤولين لهنا باش يديروا لنا السوق هاد السوق هي كتصلى تكون السوق ديك التيران السوق هما خداوه داروا تيران نورمالمون ماشي تيران هذاك ياك حنا دابا حنا موالي الحوايج خاصنا نكونوا الاولين هاللائحه عرفتي شحال من لائحه هذه هذه جات القائد الاول والثاني والثالث والرابع هذه كلهم وخلنا هاد الهضره كتلفوهاش تلفوهاش بعض القياد اللي دازوا بالزياده وحنا كنبيعوا حاليا جاو قالوا لنا غنمشيو للشريط الغباوي غير الغبره والتراب قصاونا من السوق هاد السوق خصنا نكونوا فيه هاد السوق قصاونا منه بزاف د ولاد المدينه ولاد الحي خصهم يستافدوا حيدوهم انا كنبيعو شري حيدوني ماشي بالعوام ديال البشر بغينا نعرفكم مور هاد الشيء هذا فين غنمشيو دابا حنا فين غنديروا المهنه ديالنا واش غنمشي للغابه الشماكريه والسكيريه والشفاره السلام عليكم حنا كاينين واحد الفئه في ولاد وجهي معروفين من بنك الشعبي حتى لدمشق كاينين دراري نحسبهم لك هنا بلا ما نجيبهم القوات المساعده ونجيبوا هذا الشيء كامل حنا دراري هنايا كاينين من منتصر بوكسور عمر عزي اكراش الدراري كاملين هنايا تنعرفهم سراغنا كلشي با عبد الله كلشي هنايا تيبيع ويشري بنادم عنده طاكسي جا خدا بلاصه هنايا فينا في سميتو حنا
طابلنا حنايا في الشارع هنايا 20 عام باش ما تمشي للحبس. حنا الناس ديال البنك حتى واحد مازال عندنا مازال عندنا حتى شي واحد قال لنا قيدوا السميات، مازال عندنا حتى شي واحد قال لنا كتبوا سميتكم. حنا تنبيعوا ونشريوا هنا 14 عام وكلشي تعرفنا في الشارع هذا. الا ما ديروش معنا الحال حنا غنديروا الحال بيدينا. شتي السوق هذا والله ما يدخل شي واحد ولا نتحل وخبزه و 50 لتر ديال الماء وغنجلسوا هنايا حيت حنا بغينا حقنا. حنا ما قرينا ما واش بغيتو نمشيو للشفره ولا شنو؟ تحضر في الشارع هذا و10 سنين و12 سنه حنا تبيع ونشريو. انت واحد ما يصرف عليهم. انا الوالد عندي معوق، عنده كروسه، ما كاينش اللي يعقل عليهم. علاش خاصني نخدم دابا باش البلاصه ما بغاش يطول لي؟ علاش دابا باش البلاصه ما بغاش يطول لي؟ الوالد عنده كروسه، شكون اللي غيصرف عليه؟ شكون اللي غيصرف على الدار؟ ها شي واحد ما غيصرف عليه. اذا شنو خاصنا حتى نقولوا خدموا على راس؟ لا سيدي ما كانتش هذيك، ذاك مقيد مسجل مسجل، ما كانش ذاك، ما كانش لا ترافيك لا تحراميات لا والو. هما كيقولوا تيقولوا بانك راه يقولوا لك الا خدم 4 ايام 5 ايام يقول لك عطاو بيا واش هذا. انا دار في هذه الحرفه 50 عام دابا. هاد الناس راه على بغي يتعداو زعما لقيت مع دار واحد المبادره زوينه ماشي ما دار لا وجهيات لا والو، هز ورقتك وصافي. كاين بعض الناس يعني صوني بغاش يهزوا رقم راه باقي معاهم في التسعين. ما تيهدروش هما هذه القرعه، القرعه بوحدها كنهضروا على الناس اللي برا كيقولوا بانهم كانوا مقيدين وما بقوش مقيدين. ما يمكنش، كانوا نعرفوا اللي ما كانش. يدوز قدام لا هذا كاين هذا ما كانش. ولا ما كانش كاع وكان كاي ما يقول هذا ما كانش وكان يقول كاين. اذا درتوا هذا الشيء في السوق وتبعتوا ذاك الشيء بواحد بواحد هذا استفاد هذا لا. ايوا وكان الناس كاع اللي مستافدين وما دار معاهم حتى شي حلوى. القرعه كتجري كتجري على حساب الناس اللي كانوا 2014 وهي جايه اللي ما مقيدش في ذاك الوقت عاد سمع التقياد وجا حط كروسه ولا حط شي حاجه راه ما كيكونش فهمتي لانه هذا الشيء راه بالتسلسل هذا الشيء سنين متعدده هما جايين الناس كيتقيدوا واليوم غدا اليوم كل عام هذا العام هذا العام هذا العام ودابا عاد حن عليهم الله بهذا السوق هذا السوق غادي يكون له ممتاز لان غيدرقهم الشتاء ويدرقهم البرد فهمتي لا ويسهل الله فهمتي وما شاء الله فهمتي. اذا كتردوا على هاد الناس؟ كترد على هاد الناس قال لك بانهم قصاتهم؟ هاد الناس والسلطه قصاتهم؟ ما قصاتهم لا سلطه لا والو. الاخر في الاخر حنا غادي نسدوا هاد الناس اللي كيهضروا بهاد الهضره فهمتي لا وغادي نشوفوهم واش كانوا ولا ما كانوش. حنا لا ليست ديالنا في المثال ديال مالي الخبز فهمتي مدفوعه 2014 و2016 و2018 و2019 كيفاش واحد غادي يجي غادي في هذا الوقت فهمتي لا وغادي يحط كروسه وغادي يحسبوه احصاء في 2016 في 2019 2018 تسد الاحصاء فهذا اللي جا من موراه ما يمكنش يتخيل. هما اللي كانوا جاوا قالوا ابني هنا المارشي على اساس روجوا الكونترا غادي نعطيكم السفاده. منين جينا دابا السفاده لقينا فيها الخضاره ولقينا فيها موالي الحوت. منين جينا كنجبدوا المحضر ديال تفويت الارض اللي تبناها ب 500 متر يعني داخل فيها التيران هذا التيران داخل التفويت هذا تبنى بلا بانو تبنى بلا غير دوروا على القصدير وبناوا. ملي كنا كنجيو نسولوا كنا دول المشروع ديالكم ها الخضره ها ديالكم تبنى تحت الدف بلا بانو بلا والو. المحضر ديال تفويت الارض الجلسه ديال تفويت الارض فيها تبنى ب 500 متر ايواء الباع المتجولين. كيفاش تدير الارض تبنى ب 500 متر ايواء الباع المتجولين وخرجتي فيها تيران؟ شكون اللي دا هذا؟ جبنا الجمعيه اللي كتستافد منه. حنا في الاول ملي ما كتدخلناش علاش كتقول لنا اجي وبنيو بالحديد في الغابه؟ بنينا وجيتي ريبتي لينا كورونا على اساس راك غادي تدخلنا للمشروع راه كاين البنيه ديالنا كتبنى باش نعرفوا حنايا. حنا ما كنهضروش على الاقصاء حنا ما داخلينش في هذا السوق ما عندنا به علاقه هذا ديال السابح والخضر والسيال. حنا باعين ملابس ملي غادي تحيدوا الشارع راه حنا غادي يجيو يحيدونا على اساس راه استفدنا حنا راه ما واخدينش. حنا كنقول غادي تبنيو في الغابه من الليل جيبوا الحديد وبنيو في الغابه. حنا خصنا نشوفوا هاد التيران هذا متابعه ديال هاد التيران بعد بموتي الارض كامل باع متجولين. هاد التيران شنو الوضعيه ديالو واش قانوني ولا غير قانوني؟